تلون أرضية الميدان هذه الشعارات الزاهية والجميلة المنطلقة. مقدمة الشوط هنا الداودية على المركز الأول من هجن الشيحانية تحتل صدارة الشوط بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. دور المركز الثاني الشروط على المركز الثاني لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، المضمر سالم بن صبيح العويسي. مرحبا بالشروط الحاضرة معنا في هذا الشوط، والتسلل على الشروط من قبل دخول من قبل مكسبة لهجن الرئاسة يضمرها سهيل بن دري الفلاحي. الشروط في المركز الثالث الشروط على المركز الثالث لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع العويسي سالم بن صبيح، سالم بن صبيح بن خميس العويسي. يتابع الشروط في هذا الشوط. المركز الرابع هنا التوازي لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، تضميرها مع محمد بن علي بن جرحب المري. دور المركز الخامس هنا ختالة تتقدم وتتختل في هذا الشوط على المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والتضمير مع سعد بن طالب بن شريم المري. المركز الأول مشاهدينا الأعزاء إذن مشاهدينا الأعزاء المركز الأول الداودية لهجن الشيحانية على المركز الأول بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني التواصل والتواجد من قبل الظبي لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سهيل بن دري الفلاحي، يقدم لنا الظبي في هذا الشوط على المركز الثاني. المركز الثالث هنا ختالة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والتضمير مع سعد بن طالب بن شريم المري. الشروط على المركز الرابع هذه الشروط يا متابعين، هذه الشروط على المركز الرابع لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، تضميرها مع سالم بن صبيح بن خميس العويسي. ولكن دخول على الشروط من قبل الكائدة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، التضمير مع أحد المضمرين المخضرمين في هذا العالم محمد بن علي بن جرحب المري. انتقلت الكايدة للمركز الرابع والشروط تليها على المركز الخامس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني بهذا الشعار الأزرق اللي صال وجال في السنين الخوالي، يا ما صال وجال هذا الشعار في السيوف والرموز. والشروط أيضا صالت وجالت، وألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذه الشروط يا متابعين على المركز الخامس، تحتل المركز الخامس وتقدم أيضا مستوى ممتاز. المركز الأول نعود إلى مقدمة الشوط، الداودية على المركز الأول من هجن الشيحانية ترقص على أرضية الميدان، و تضمير الداودية مع سالم بن فاران المري. أذكر السادة المتابعين لهذا الشوط بأن الداودية قامت رأس وما زالت سيدة الموقف، ونحن نقترب من لوحة منتصف المضمار والميدان وهذا الشوط. ما زالت الداودية على الصدارة، ولكن هنا دخول من شعارين قويين في هذا العالم، شعار هجن الرئاسة والشعار الملكي. شعار هجن الرئاسة الممثل للهجن الإماراتية في هذا الشوط، والشعار الملكي الذي تقله ختالة في هذا الشوط ممثلة لأبناء المملكة العربية السعودية في هذا الشوط، وممثلتها للريان تنطلق
على المركز الرابع وهي الكايدة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. التضمير مع محمد بن علي بن جرحب المري. وننتقل لنواصل بنداءنا وإذاعتنا إلى المركز الخامس. هل ما زالت فيه الشرود أم هناك تغيير؟ بالفعل بالفعل الشرود ما زالت على المركز الخامس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. والتضمير مع العويسي سالم بن صبيح العويسي هو من يقف خلف تضمير الشرود في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط متابعينا الأعزاء وإلى صدارة الشوط. ما زالت الداودية غادرنا لوحة منتصف المسافة يا متابعينا الأعزاء، وما زالت الداودية على المركز الأول. هذه الداودية على المركز الأول وسيدة للموقف، سيدة للموقف. وفي مساء الغد سنشهد افتتاح وتدشين أول أيام سباق ومهرجان المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. في يوم الغد سنبدأ أول أيام المهرجان الكبير الذي يقام للمرة الأولى من نوعه، وهو خاص بالأشواط العامة. سينطلق في مساء الغد. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا المهرجان الكبير الذي هو على الأبواب. أرحب بكل المضمرين والملاك القادمين للمشاركة في هذا المهرجان. مشاهدينا الأعزاء نعود إلى هذا الشوط، وما زالت الداودية من هجن الشيحانية تسيطر على صدارة الشوط وعلى المركز الأول منذ أن انطلق هذا الشوط، وهي سيدة الموقف وهي في هذا الموقع. لهجن الشيحانية وبقيادة سالم بن فاران الكايدة تتحرك، وسبق للكايدة أن فازت معنا في هذا العام في سباقات محلية ماضية في رصيدها العديد من النقاط في هذا الموسم. هذه الكايدة تنطلق على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. والتضمير والمتابعة مع محمد بن علي بن جرحب المري يقدم لنا الكايدة في هذا الشوط، وتتسلل بدورها إلى المركز الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول. المركز الثالث هنا الظبي لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على المركز الثالث. التضمير مع سهيل بن دري الفلاحي وختالة قادمة بشعار بسم الله عليك، وقادمة بغيرها من الشعارات المعروفة، وهي أيضا معروفة وسبق وإن صالت وجالت ورصيدها حافل ومليء بالإنجازات. هذه ختالة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الثاقب. يتابعها في التضمير سعد بن طالب بن شريم من أحد الشباب المميزين في هذا العالم. المركز الرابع التواصل من الظبي اللي تتراجع إلى المركز الرابع لهجن الرئاسة السهيل بن دريف المتابعة. المركز الخامس من تصل وتنطلق انطلاق صاروخي ما شاء الله تبارك الله على الوجبة الواصلة على المركز الرابع. انتقلت مباشرة في هذا النقل الحي والمباشر للمتابعين على وهذا النقل أرضي. أذكر السادة المتابعين بأن هذا النقل على قناة الهجن وعلى قناة الريان الأرضية وعلى أثير الراديو 88.6. هذه الوجبة تنتقل انتقال ممتاز إلى المركز الثالث. الوجبة من هجن الشيحانية بقيادة سالم بن فاران المري. آخر 2 كيلو متر يا متابعين، وختال على المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. سعد بن طالب شريف في التضمير. وصلت العودة والعملاقة تصل للشرود. مرحبا بالشرود وبانطلاقة الشرود وبانطلاقة هذه التراثية صاحبة الشلفة في آخر مهرجان أقيم لسباق التحدي، وهي في سن الجذاع في ذلك اليوم، وهي في ذلك اليوم دخلت التاريخ بذلك الفوز، دخلت التاريخ ولها العديد من الانتصارات في المراحل السنية الماضية، وهي اليوم تشارك في سن الحيل. أتمنى لها التوفيق في هذا الشوط وفي السباقات القادمة. نعود إلى مقدمة الشوط
الشروط بطبيعة الحال لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن صبيح العويسي على المركز الخامس، ولكن نعود إلى السيطرة الشيحانية على المركزين الأول والثاني. هذه الدودية على المركز الأول وتلاحقها الوجبة، الثنتين قادمة من عزبة تجري الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران، يقدم لنا اسمين لامعين قويين في هذا الشوط. المركز الثالث ختالة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الوصول الخطير من قبل الدوحة. على المركز الرابع هنا لجنة الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الشرود على المركز الخامس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، أرى هجوم بالعين المجردة، الكايدة تنطلق على المركز الرابع لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وأيضا هنا وصول من شعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، أشواق تنطلق على المركز الخامس، الفلاسي في التضمير محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. ولكن أعود إلى الوجبة على مقدمة الشوط 700 متر أخيرة يا متابعين، والوجبة والدوحة المركزين الأول والثاني والثالث لهجن الشيحانية، والثالث يصل شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ولكن أشواق والشروط انطلقت الشروط على المركز الرابع، وأشواق على المركز الثالث، والوجبة على المركز الأول، الدوحة على المركز الثاني، الوجبة أشواق على المركز الثاني، ولكن الوجبة يا متابعين تختطف المركز الأول، تفوز بهذا الفوز وبهذا الناموس إلى هجن الشيحانية وإلى المضمر سالم بن فاران، قدم لنا الوجبة المركز الثاني والمحاولة من أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب، ولكن الوجبة تختطف ناموس الشوط وتهدي السلام إلى هجن الشيحانية وإلى محبين هجن الشيحانية وإلى متابعين هذا الشعار، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني بطبيعة الحال لسالم بن فاران المري. المركز الثاني أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشرود، مرحبا بوصول الشرود في المركز الثالث لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع الكايدة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، المركز الخامس كان الوصول من قبل الغارية لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران. إذن هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى وجوائزنا النقدية القيمة للعشرة المراكز المتقدمة الأولى في هذا في كل أشواط هذا المساء. هذه الوجبة مشاهدينا الأعزاء 13 دقيقة 23 ثانية و80 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، التهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني أشواق احتلت المركز الثاني وتوقيتها 13 دقيقة 24 ثانية 60 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة للمضمر محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. المركز الثالث تصل فيه الشروط وتوقيت الشروط 13 دقيقة 27 ثانية 32 جزء من الثانية، تهانينا بمناسبة فوز الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني لسالم